كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. رح نحكي عن ماء الأرز. تمام؟ ماء الأرز قديما كان الطفل اللي بيتأخر بالكلام بيشربوه ماء الأرز المسلوق. هلأ بالمجمل هالوصفة اندثرت، يعني ما عاد بقى استخدموها لوصفة ماء الأرز المسلوق. هلأ بالمجمل أثبت العلم أنه ماء الأرز واحد من أغلى الوجبات الغذائية بفيتامين بي 6. تمام؟ وهو أهم فيتامين على الإطلاق، بيخلي الطفل ينطق وما بيتأخر بالكلام. تمام؟ إذا له فوائد كتيرة ماء الأرز المسلوق، إذا كنا عم نحكي عن ماء الأرز المسلوق. طبعا بيعطي طاقة. تمام؟ لأنه في الكربوهيدرات وفي فيتامينز. طبعا علاج فعال للإسهال للصغار والكبار، خطير جدا في تطويل الشعر، له فائدة بتطويل الشعر. تمام؟ إذا غسلتوا شعركم فيه بانتظام فهو يمنح تغذية لجذر الشعرة. طبعا غذاء للطفل في حالة الحمى يساعد الجسم على خفض درجة الحرارة. طبعا له فوائد بالنسبة للبشرة، بيفتح البشرة، بيخليها مشرقة وناعمة ولونها خالي من العيوب. طبعا يستخدم كغسول للشعر، بيعطي البشرة لما هيك بتصير glowing، يعني نضارة. علاج لحب الشباب طبعا مثل ما حكينا بالنسبة للبشرة وفوائده إلها. تمام؟ بيصغر المسام وبيزيل البقع السوداء طبعا والتجاعيد. لما نحن عم نحكي عن هيك وصفة ما لازم ننسى، تمام؟ لا لازم تنسوا انه هالشي طبعا ممكن يكون للوقاية للحالات البسيطة، مش نستخدمه كعلاج وخلاص. اذا ما استفدنا عليه رح نلجأ للعلاجات اللي رح نعتبرها هلأ تقليدية، بالنسبة للميزوثيرابي، بالنسبة للبلازما وما شابه ذلك. تمام؟ مثل ما قلنا بيصغر المسام، بيعطي نظارة، بيعالج الأكزيما، وبيخفف من ظهور حب الشباب. طبعا تحضيره له كذا طريقة بالنسبة للتحضير. عادة ممكن يكون مسلوق، أو ممكن يعني تسلق الماء الأرز وتستخدمه، وممكن تجيب كاسة رز. تمام؟ أو تجيب كاسة رز تغسل الرز أول شيء، بعدين حط كأسين من الماء وينقع فيه نص ساعة تقريبا لساعة، ينقع نص ساعة لساعة، وبعدين شو نعمل؟ بعدين نحطه بالبراد، يستخدم لأربع أيام تقريبا كغسول بالنسبة للبشرة وبالنسبة للشعر. هلأ بالنسبة للشعر لازم ننتبه على شغلة، انه لما يوضع على الشعر لازم هلأ تقريبا وقت الامتصاص تقريبا نص ساعة تحسينه شف. هلأ اذا هو سائل، طبعا هو سائل يعني سائل وليس زيتي، تمام؟ سائل مائي رح نقول، فعادة نص ساعة كافية، ممكن بعدها تتحمم او تتحممي، واذا كان في وقت اكتر يفضل. بالنسبة لتزيد الفائدة أكثر ممكن نطبق زيت تاني بعده. هلأ أنا رح طبق زيت تاني بعده، رح أحكي عن زيت تابع الفيديو اللي بعده لتعرفوا عن أي زيت عم بحكي. إن عجبكم الفيديو عملوا لايك، شير، سبسكرايب، فعلوا زر الجرس. أهلا وسهلا.